قصتنا قصة شارع الله يعين لي سامع هم وفخر وطفرين. اهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة من برنامج حكي جرايد حقيقة طايف، واللي راح تكون عن الحكومة في رمضان، الحكومة وفعيلها وعمايلها. اين هي الشياطين؟ اعطوني موسيقى سسبنس. دا 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 دا. الشياطين مربطة في السماء لأنه إحنا في شهر رمضان، فبالتالي يا حكومة هاي الشياطين راحت. بسرعة امسك الفاسدين، رجع مصاريهم للشعب بسرعة، اعملي إصلاحات، يلا بدنا نلحق بسرعة، لازم نخلص المشاريع اللي ما كملت والمشاريع اللي داخلة على الخط وما راح تكمل، يا ريت نوقفها. يا جماعة الخير، ما فيش حدا بيوسوس، فلازم الحكومة هلا بطل في الشياطين. في شياطين عم توسوس للوزراء وللنواب وللمش عارف مين اللي عم يشتغلوا ومش عم يشتغلوا زي العالم، فيلا لحقوا صلحوا كل إشي قبل ما ترجع الشياطين كمان مرة. انت فاهم الموضوع غلط على فكرة. ليه؟ الحكومة مر عليها 500 رمضان، مش أول رمضان، ففي في يعني في 500 شهر مروا على الحكومة الأردنية، أوكي؟ ما كانش فيهم شياطين، وكان لسه في فساد، صفى الشياطين على ما يبدو أعضاء بالحكومة. والسوق ماشي. هلا كيف يعني السوق ماشي؟ الحكومة ترفع أسعار المشتقات النفطية. غاز، كاز، سولر، كذا بالشتاء بيزيد الاستهلاك، يعني مش الاستهلاك طبيعي بيزيد. ليش بيزيد؟ ما حدا بقى قام نشتري اكثر، خوف الحكومه ترفعه مره ثانيه. يا اخي والله نظريه اقتصاديه سليمه 100%. ببلش رمضان، ببلش رمضان ترتفع الاسعار التموينيه، اسعار السلع كلها اللي بنشوفها برمضان بترتفع، وبيزيد الطلب عليها، وبتكونش اصلا انت بحاجه هاي الكميه، واللي انت بتدفع اصلا حق الزياده للكميه كلها وحق الزياده للقطعه الواحده. ممكن افهم ليش يعني الحكومه محقوقه وبنعرفها، والحكومه مش حتتصلح واحنا عارفين، ويعني هذا الحكي بكسره كلنا نعرفه. ليش انت هيك عامل في حالك؟ تعرف احنا يا جماعه الخير كيف ممكن نقهر الحكومه؟ انا بقول لكم خلوا صرفكم واستهلاككم هو هو، ساعتها الحكومه راح تاكل هواء. انا عندي حل، وهذا الحل مفيد انا شخصيا بالنسبه لي. انا عندي حل. ايش احكي؟ انا عندي حل. هلا انا عندي حل، تعرف الحل مفيد بالنسبة لي أنا شخصياً. كيلي. مفيد بالنسبة لك أنت كمان شخصياً. الشعب الأردني 7,200,000 كلهم يعملوا رجيم. حلو. تسحل النفقات، مش تنخفض، تسحل سحول النفقات ويروح الكرش. بالضبط. الحكومة تتخوزك. ليش؟ فهم يعتمد على الشعب. الشعب كله بالرجيم، يتخوزك في الحكومة، بتصير دورة على شغل ثاني، بلكي يشتغلوا شعب وأنا اشتغل الحكومة وضحكنا عليهم. أنا انتقل الآن إلى الشيف نانوا. الشيف نانوا إلا بجوع ولا بجوع. وبنرجع لأصل طبخة والشيف نعنوع، واللي كلنا صرنا نعرف إنه لا بيجوع ولا بيجوع. أما طبخة اليوم فهي طبخة أنا شخصياً كثير بحبها، واللي هي القدرة الخليلية. تعود جذور هاي الطبخة إلى الفترة الزمنية اللي احتل فيها الرومان أرض العرب الكنعانيين، واللي هي فلسطين، ومنعوهم يمتلكوا الأواني المعدنية علشان ما يصنعوا منهم أسلحة ويحاربوهم فيها. بس العرب كانوا أذكى من هيك واخترعوا أواني جديدة يطبخوا فيها، وكانت الفخار. والآن مع مكونات طبخة القدرة الخليلية: حمص، حب، أرز، لحمة، بصل مقطع، بهارات، كركم، ثومة، والملح حسب الرغبة، وما بننسى أبداً الفخارة، وصحتين وعافية. وهاي كانت قصة طبخة القدرة الخليلية. لا تنسوا تابعونا المرة الجاي في قصة أحلى وطبخة ألذ. وأنا انتقل الآن إلى الشهريار علشان نشوف جاي ما جاي وصار يا ما صار. وأمجد هو عامل حاله وحدة. سيدي انا حاسك انه بدي اسالك سؤال. انت كثير قتلت؟ يعني انا في اليوم الواحد اقتل ما بين 3 إلى 10 اشخاص. الذي يجحرني اقتله، الذي لا يعجبني شكله اقتله، الذي يعني اشعر انه هيك ليس جيدا اقتله، الذي اشعر انه ذكيا اقتله، الفنان اقتله، لا احب الفنانين، الراقصين اقتلهم، الطباخين اذا لم يطبخوا جيدا اترفشهم قبل ان اقتلهم. احيانا اتخلص من عائلات كامله في قرى كامله لانني اكرهها. يعني هل تعلم يا مسرور؟ أحياناً أخاف أنني ظالم. تخاف؟ طيب يعني أنت ليش تعمل هيك؟ حرام عليك، صح؟ لست أنا
ولا؟ الشيطان، الشيطان شاطر، الشيطان وسوس لي. لأنك شرير وتافه وحقير. أنا شرير وتافه وحقير؟ ناقص أن تسبي على أهلي. أعطني السيف، أعطني السيف والله لا أقطع عن رأسك. سيدي والله قصدي مش عنك، قصدي عن الشيطان. اخرسي سأقتلك يا زلمة. وأصلا اليوم قصتنا عنه. شوف قصتها، شوف قصتها بعدين بتقتلها خلاص. جاي ما جاي في حديث الزمان ومقبل العصر والأوان لحتى كان في شيطان صغير بيوسوس للناس هالحقير. في يوم من الأيام من رايح؟ ما انت عارف رايح. رايح تعمل خير. ما انت عارف انه بنموت من الخير، ليش بدك تمتع حياتك؟ وبتسأل كأنك مش شيطان، كأنك مش عايش المعاناة تبعتنا، ولك ما حدا رد علينا، مش لأنهم صاروا مناح، لأنهم صاروا أحسن منا وأقوى منا. بابا أنا بعرف إنه الوضع صعب، بس بدك تتحمل وتكون قوي. تحمل شو قوي شو؟ ولك رحت وسوس لمواطن طلع بسب أكثر مني أو بطعم أحسن مني. أنا حكيم الشياطين، مدمر حضارات، مدمر بشريات، ما مدمر ناس، عامل حروب، مش عارف أوسوس لواحد من 5 سنين. بتعرف المواطنين صاروا من جوا سود أكثر مني. طب شو رأيك توسوس لسياسيين؟ الله عرفت تختار سياسيين شو؟ من 10,000 سنة السياسيين مش بحاجة لحدا يوسوس لهم، ولكن السياسيين مش بشر، هذول الشياطين أقوى منا 10-15 مرة. طيب روك إلا ما نلاقي حدا يوسوس له. قل لي أنت شو بتسوي هاي الأيام؟ نقضيها مع الأطفال. أطفال؟ توقع عليك لعنة الله عليك أكثر ما أنت ملعون الحق علي علمتك شيطاني وأسوسة. لا فهمتني غلط، أنا ما بوسوس للأطفال، بتعلم منهم. لا تقول لي وصلوا لهاي المرحلة. لا وبتلومني لأني بدي أنتحر، لازم تكون قدامي في الانتحار. على فكرة جيت بدي أقنعك اقتنعت. أنا يلا ننتحر، يلا نمزكى ونموت أريح. يلا معي. أظن أنك قد بهدلتيني يا شهرزاد بالعقل. ما فشر اللي بدي بهدلك مولاي. مولاي قصدي سيدي، لا بهدلتك انت. اخرس يا محراك الشر. انا مش محراك شر، بهدلتك. اخرس ده اقتلنك. انت تحبيني وتموت في دباديبي ولا تبهدليني، صحيح؟ طبعا سيدي، وهو غيران منك لانه اساسا مش شايف مين بده يحكي. اهبل اهبل. وانا انتقل الان الى كريست والفرقه علشان نشوفهم بالراب العربي. بس برمضان والسرقات العشوائية ثابتة بالمكان، وكمان بليس تخبر في هذا الشهر، بس حكومتنا موجودة على طول الدهر. الله يجزيكوا الخير على خيام الإفطار، بس لونا على طول السنة عشان اللي جوعان يأكل ويتهنى ونشوف الفقر طار. هيك الحكومة ممكن تعمل شوية أمان للفقير اللي مش قادر يأكل وبينام بالشارع. تخيل لو واحد من الحكومة صوت الجوعان سامع، بس للأسف الحكومة مش عم تطلع عليهم، التهيم سهرات الرمضانية وعزايم تسليهم. شكرا لك يا حكومة على اللي بتعملي لنا إياه، من ترخيص أسعار وترك التاجر على هواء، وبنهي إنها بتحل لنا مشاكل أزمة السير. تعرف لو حكي جد شو ممكن يصير؟ كان كله تمام. وصى
وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكل اللي تابعونا وسمعونا لهلا. ونحب نحكي لكم إنه شياطين الإنس أخطر من الشياطين العاديين. الشياطين اللي عكس الملائكة هذول بتربطوا برمضان، بس الشياطين اللي بالحكومة والنواب والأعيان والعلية القوم والمتنفذين شو بده يربطهم؟ نتأسف على التعميم، وإحنا ما بنحكي من الكل، نحكي عن البعض، نحكي عن هذا البعض الفاسد، هذا البعض اللي عم بيدمر مستقبلنا حتى قبل ما يجي. بدنا خطط، بدنا ينمسكوا الفاسدين، بدنا ترجع مصاريهم. لساتني بقول لك لليوم، الكلمة كلمتك كمواطن. كل المواطنين إذا جمعوا على كلمة ما في قوة ممكن توقف قدامهم. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. قصتنا قصة شارع، الله يعين اللي سامع، هم وفقر وطفرانين بطالة في الشوارع. احنا شلة مجانين شايلين السلم بالعرض، خدنا يسار خدنا يمين نطلع لك من تحت الأرض. احنا